السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثاني ثانوي علمي. إن شاء الله النهاردة من فرع حساب المثلثات هناخد الدوال المثلثية لمجموع وفرق قياس زوجتين. أنا شارح الدرس ده قبل كده وحالل كل الأسئلة المقالية عليه في الفيديو ده، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف. النهاردة إن شاء الله هفكرك هو كان بيتكلم عن إيه وإيه قوانينه، وهنحل أسئلة على النظام الجديد. الدرس ده كان بيتكلم عن إنك إزاي تجيب جا وجتا وظا، يعني مثلا جا 75 لزاوية تقدر تفكها لمجموع زاويتين أو طرح زاويتين خاصتين. يعني أنت حافظ قيم زاوية 30 و45 و60 وبرضو 90 و120 وهكذا. لو جبت لك زاوية غريبة زي دي كده، هل الزاوية دي أقدر أفكها لمجموع زاويتين من دول أو طرح زاويتين من دول؟ أيوة يا أستاذ، نقدر نقول هي 30 زائد 45. ففي الحالة دي قالك ما ينفعش تقول جا 30 زائد جا 45، دي لها قانون تاني. لو كان معايا مثلا ظا 15، الزاوية دي مش من القيم يا أستاذ المحفوظة، طب تقدر تخليها من القيم محفوظة؟ قلت له أيوة، ده دي كانت عبارة عن 45 ناقص 30. واحد تاني قال لا، ده كانت 60 ناقص 45. كلام مضبوط. أنهي واحدة يا أستاذ اللي ناخدها؟ أي واحدة، بس المشكلة مش في كده. المشكلة لو جالك ظا جنبها جمع زاويتين أو طرح، ما ينفعش تجيب دي لوحدها ودي لوحدها، لازم قانون. ده كان استخدام الدرس. طب هي إيه القوانين يا أستاذ؟ بيقولك أنت لو قدرت توصل للجا مثلا لجمع زاويتين، قالك في الحالة دي قانون جا جتا، جا للأولى في جتا للتانية. شوف، جا للأولانية وجتا للتانية زائد جتا للأولى وجا للأولانية، ولو كان هنا ناقص بنحط ناقص. يعني لو كان ألف ناقص ب، يبقى جا ألف جتا ب ناقص جتا ألف جا ب. ده لو قدرت تحط الزاوية مجموع أو فرق. طب بالنسبة للجتا، الجتا لا، قانون مختلف. جتا ألف زائد ب، قال جتا جتا، شوف جتا اللي جت الأول ناقص جا جا. طب بالنسبة لو كان الطرح، جتا جتا زائد، يعني بنعكس الإشارة، هنا كنا بناخدها زي ما هي، جا جا. طب بالنسبة بقى للظا، لو جبت مثلا ظا ألف زائد ب، قال لك ده دي ظا ألف زائد ظا ب على واحد ناقص ظا ألف في ظا ب. الظا كانت جا على جتا، الجا كنا بناخد نفس الإشارة موجب موجب، الجتا كنا بنغير الإشارة، لو دي موجب تبقى دي سالب، افتكر بكده. أو ظا ألف ناقص ب، ده دي ظا ألف ناقص ظا ب على واحد زائد ظا ألف في ظا ب. دول يا شباب القوانين اللي هنستخدمهم النهاردة كلهم. طيب أسئلة النظام الجديد إيه؟ هنحل أسئلة اختر من كتاب المعاصر. أول ما بدأ يسألني في قوانين. يعني السؤال الأول، جتا جتا زائد جا جا، مش ده قانون الجتا؟ أيوة. طب جمع ولا طرح؟ قلنا له يا أستاذ حضرتك في الجتا لو الإشارة اللي في النص موجب، يبقى احنا ناخد السالب، يبقى هو قانون جتا بس هناخد السالب. جا جتا ناقص جتا جا، ده قانون الجا. تمام، لو في النص ناقص يبقى هناخد ناقص زي ما هي، ده قانون الجا وهناخد السالب. جا بايع 9 جتا بايع 18 زائد جتا بايع 9 جا بايع 18، ايه ده؟ ده قانون الجا، جا جتا زائد جتا جا، في الجا بناخد الإشارة زي ما هي،
يبقى ده كان جا بايع 9 زائد بايع 18 اللي هو جا. نوحد المقام، نضرب فوق في 2 وتحت في 2. 2 بايع 18 زائد بايع 18 يبقى جا 3 بايع 18. انا وحدت المقامات، تعرف تجمع على طول، مفيش مشاكل. بعد الاختصار بقت جا بايع 6 اللي هي جا 30. وجا 30 بكام؟ جا 30 بنص اللي هو الاختيار الاول. ظا زائد ظا على 1 ناقص ظا في ظا نفس الزاوية. أيوة يا أستاذ، ظا 50 زائد ظا 10 على 1 ناقص ظا 50 في ظا 10. خلي بالك لازم تكون الزاوية دي هي دي، لأنه أحيانا بيبدل دول كده. هنشوف دلوقتي وهنشوف نتعامل معهم إزاي. يبقى ده كان قانون يا أستاذ الظا، وكان جمع 50 زائد 10 اللي هي ظا 60، وظا 60 موجودة، وكان ممكن يحط قيمتها، يعني يقول بجذر 3. ظا س ناقص ظا ص على 1 زائد ظا س في ظا ص، قلنا له طارح يا أستاذ مضبوط، يبقى ده كان باتنين لأن ده قانون ظا س ناقص ص اللي هو الاختيار ده. جا س زائد بايع 6 بكام؟ يا باشمهندسين احنا كنا خدنا في سنة أولى جا سيتا زائد بايع 2، وكنا بنقدر نقول دي في الربع الكام، لأن الزاوية دي كانت زاوية محورية، يعني كانت فاصلة. الزاوية دي بالزيادة هتكون في الربع اللي بعده، إنما دي يا أستاذ الزاوية 30، معنى إن هي 30، أنت هتزود زاوية، يا ترى هتفضل في الربع ده ولا هنا؟ فعشان كده لجأ أقول درس النهاردة. قالوا بكل بساطة لو الطالب حافظ قيمة الجاب كام هيحل السؤال. يعني جا مجموع زاويتين، ايه قانونها؟ جا جتا هنا زائد يبقى زائد جتا في جا، نبدل جتا بايع 6 ونحط قيمتها اللي هي جذر 3 على 2، وجا بايع 6 ونحط قيمتها اللي هي بنص. لو خدنا الاثنين اللي في المقام دي مشترك اللي هي نص، يعني اتبقى ايه؟ جذر 3 جا سيتا زائد جتا سيتا. موجود الاختيار؟ ايوه يا استاذ. طب هو فين الاختيار الاول؟ هو بس نبدل الوضع بتاعهم. برافو عليك. جا 5 س جا 3 س زائد جتا 5 س جتا 3 س. ايه ده يا استاذ؟ ما عنديش قانون بيقول جا جا زائد جتا جتا. طب ما تقراه بالعكس، مش الجمع ممكن تبدل عادي؟ جتا جتا زائد جا جا. طب افرض دي كانت سالب يا استاذ، خد السالب مشترك وخليها جتا جتا ناقص جا جا. تمام، يبقى ده كان قانون جتا. هنا جامع يبقى كان طرح الزاويتين في الجتا، قانونها بنعكس الإشارة، يبقى دي كانت جتا 2 س اللي هو الاختيار الأول. ظا أ بتساوي نص وظا ب بتلت، يبقى ظا أ زائد ب بإيه؟ يا أستاذ المطلوب جمع زاويتين. خلي قانون، إيه القانون؟ ظا أ زائد ظا ب على 1 ناقص ظا أ في ظا ب. كل اللي عليا هعوض، هنا نص زائد تلت على 1 ناقص نص في تلت، هصفي اللي فوق مع بعضه، نص زائد تلت بخمسة على 6 على 1 ناقص 1 على 6. طلعت يا أستاذ فوق 5 على 6 وتحت 5 على 6، الواحد ده هو هنخليه 6 على 6 والمقام زي بعضه، ونطرح عادي، مش دول زي بعض فوقهم الواحد، يبقى الناتج 1. زطا 2 باي ناقص 5 باي 12. 2 باي يا أستاذ زاوية محورية أولى ثانوي، برافو. تتصرف إزاي؟ زطا 360 ل 2 باي، 360 ناقص سيتا، ده دي بسالب زطا سيتا. طيب
خمسة باي 12 دي اللي هي بكام؟ ده دي يا أستاذ بالظبط 75، 5 في 180 على ال 12 ده دي بالظبط 75، يبقى سالب بالظبط 75. وال 75 دي كانت عبارة يا أستاذ عن 45 زائد 30. طب أنا ما معيش أصلا قانون للظطة، أنت ما ادتنيش قانون للظطة، هات ظا، هات قيمة ظا ليها وقلبها وغير إشارتها في الآخر، هات قيمة ده وقلبه قوم غير الإشارة يديك ظطة، هنقلبه يديني ظطة، نغير الإشارة عشان السالب اللي قدام، ظا زائد ظا على واحد ناقص ظا في ظا، نعوض واحد زائد واحد على جذر تلاتة على واحد ناقص واحد على جذر تلاتة، يطلع الناتج يا أستاذ باتنين جذر تلاتة، باتنين زائد جذر تلاتة. دي كده قيمة ايه؟ ده دي كده قيمة الظا يا أستاذ. عايزين نقلبها بقى عشان نجيب الظطة، لما نقلبها عشان نجيب الظطة يبقى ظطة 45 زائد 30، ده دي واحد على اتنين زائد جذر تلاتة، نضرب فوق وتحت في المرافق، تطلع يا أستاذ باتنين ناقص جذر تلاتة، لما غير الإشارات يبقى الناتج جذر تلاتة ناقص اتنين، ده قيمة سالب ظطة 45 زائد 30 اللي هو الاختيار الأخير. السؤال 14 في كتاب المعاصر، ق أ بتساوي 5 4 وقت ب ب13 على 5، حيث أ و ب زوايا حادة، فإن ق أ ناقص ب، أستاذ حضرتك ما ادتنيش قانون للقا، تديتنا جا وجتا وظا. طيب شوف القا دي مقلوب ايه، احسبه وبعدين نبقى اقلبه في الاخر. جينا قلنا له القا دي يا أستاذ كان أصلها أصلا جتا، يبقى جتا أ كانت بأربعة على خمسة، وقتا ب ده دي كانت جا، واحدة فيها ت بتيجي مع واحدة ما فيهاش ت. المطلوب اللي أنت عاوزه أنا هحسب لك مكانه جتا أ ناقص ب اللي هو جتا جتا زائد جا جا، أربعة على خمسة في جتا ب، مش معايا، لا معاك، مش هو مديك مثلث وقال لك زوايا حادة، يعني المثلث ده في الربع الأول، خمسة 13 نجيب ده ب 12، يبقى هنا 12 على 13 زائد جا أ مش معانا، لا هو مديك برضه مثلث، قال لك في الربع الأول لأن الزوايا حادة، ده معناها ربع أول، أربعة خمسة تلاتة، جا أ الجا اللي هي بتلاتة على خمسة، في جا ب خمسة على 13، نوحد المقامات 65، 4 في 12 ب 48، 3 في 5 ب 15. جينا نجمع المقام زي بعضه 65، هنا 63، بس خلي بالك إن ده قيمة جتا، بس هو عاوز قا، قا هنقلب يا أستاذ، يبقى قا أ ناقص ب، ده بيساوي 65 على 63 اللي هو الاختيار الأخير. إذا كان ظا تربيع أ بتسعة على 16، قلنا له يا أستاذ يبقى ظا أ بتساوي موجب أو سالب 3 4، بس هو قال لك في الربع الأول، قلت له معنى إنه هي ربع أول يعني أنا هاخد الموجب بس، لأنه كل بالموجب هنا، يعني الظا موجبة هنا، 3 4 جبنا ده من فيثاغورس ب 5، وظا تربيع ب بتسع، يبقى ظا ب بتساوي موجب أو سالب 1 على 3، بس في الربع الثاني من 90 ل 180 ربع ثاني، لا ده مش مكانها، يبقى الناتج سالب 1، وهنا 3 بالسالب، نجيب ده طلع بجذر 10 من فيثاغورس. هو عاوز ظا أ زائد ب، ظا أ زائد ب، طب ما لها قانون، هي ظا أ زائد ظا ب على واحد ناقص ظا أ في ظا ب، ظا أ زائد ب بكام؟ تلات أرباع،
زائد السالب تلت على واحد ناقص التلات أرباع في السالب تلت. جينا يا أستاذ نوحد المقامات، تلاتة في أربعة باتناشر، تسعة ناقص أربعة خمسة. هنا في ناس تحب تصفيها على الآلة الحاسبة، واحد زائد دول لما راحوا مع بعض يتبقى السالب في سالب بموجب ربع. واحد وربع اللي هي كام؟ اللي هي خمسة على أربعة. ده هيروح مع ده يا أستاذ ومقام المقام بسط، يبقى أربعة على الاتناشر طلعت بتساوي تلتي في الآخر، اللي هو الاختيار الأول. إذا كان ظا أ بتساوي س زائد واحد وظا ب بتساوي س ناقص واحد، يبقى ظا أ ناقص ب بتساوي إيه؟ أنا يا أستاذ برضه جبت ظا، نجيب لك ظا الأول وبعدين نقلب الناتج. ظا أ ناقص ب ده عبارة عن ظا أ ناقص ظا ب على واحد ناقص ظا أ في ظا ب، دي ناقص يبقى زائد. س زائد واحد ناقص يغير إشارات اللي بعده يبقى سالب س زائد واحد على واحد زائد س زائد واحد في س ناقص واحد. جينا نجمع اللي فوق بيساوي اتنين، وتحت فرق ما بين مربعين يعني كانت س تربيع ناقص واحد. السالب واحد ده راح، اتبقى اتنين على س تربيع، بس خلي بالك دي قيمة الظا. انت عايز ايه؟ انا عايز الزطا. الزطا بنقلب، زطا الف ناقص ب بتساوي السين تربيع على الاتنين، اللي هو الاختيار نص سين تربيع. الف وب زوايا حادة، جا الف في جا ب بنص، جتا الف في جتا ب بتساوي تلت. ماشي، خلي بالك قدام شوية هتاخد درس في برضه جا في جتا وحاجات من دي، بس كانت لازم تكون نفس الزاويه، هنا الزوايا مختلفه. فانت بتكتب القانون لقيته بيقول جتا جتا بس زائد جا جا، لاننا بنعكس الاشاره. هنا تلت زائد نص طلع بيساوي خمسه على سته، اللي هو الاختيار ده. ظا سيتا زائد خمسه واربعين بتساوي تلاته على اتنين، فإن ظا سيتا تساوي كام؟ قال يا أستاذ دي لها قانون لأنه جمع زاويتين، والزاوية اللي معايا مش محورية يعني مش أولى ثانوي. خلاص يبقى ظا سيتا زائد ظا 45 على واحد ناقص ظا سيتا في ظا 45 بتساوي 3 على 2 اللي حضرتك قلت عليها. ظا 45 بواحد، هنعمل المقص، يبقى 2 ظا سيتا زائد 2 بتساوي 3 ناقص 3 ظا سيتا. هنعدي دي الناحية التانية، يبقى هنا 5 من ظا سيتا، نجيب الاتنين دي هنا بتساوي 1، ومنها ظا سيتا بتساوي 5، اللي هو الاختيار ده. ظا ج ناقص 30 بتساوي أ، ظا ج ناقص 30 بتساوي أ ظا ج ناقص 1 على أ زائد ظا ج، كله تعويض قوانين مش أكتر. هنقول له إنها بتساوي ظا ج ناقص ظا 30 على 1 ناقص ظا ج في ظا 30. نبدل الظا 30 ونحط قيمتها، يبقى هنا ظا ج ناقص 1 على جذر 3 على 1 ناقص ظا ج في واحد على جذر تلاتة. لو خدت واحد على جذر تلاتة مشترك، طب دي ما كانش معاها واحد على جذر تلاتة مشترك. قال لك انت لما بتاخد مشترك بتعمل ايه؟ بنقسم عليه، يعني هنقسم ظا ج على واحد على ظا ج على واحد على جذر تلاتة. مقام المقام بسط، الناس اللي مش فاهمه مقام المقام بسط، ظا ج على واحد على جذر تلاتة بنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها، تطلع بجذر 3 ظا ج، ده معنى مقام المقام يطلع فوق. يبقى هنا جذر 3 ظا ج ناقص 1. من تحت كمثل هناخد 1 على جذر 3 مشترك، اتبقى هنا جذر 3 لان مقام المقام بسط، دول راحوا،
يبقى ألف يا أستاذ اللي حضرتك بتقول عليه في القانون، هنا دي زائد عشان عكس الإشارة، هو ألف، يعني جذر تلاتة هو ده ألف. سين زاوية من صفر لتلتمية وستين، وعاوز قيمة سين. معنى كده يا أستاذ إنها هيطلع لها قيمتين، لو كانت في مكانها هيطلع قيمتين، ولو ما كانتش في مكانها برضه هيطلع قيمتين. أنا معايا هنا زتا وعايزها تكون ظا، أتصرف إزاي؟ بكل بساطة قال لك إيه؟ مش قال إن دي تقدر تقول إن هي كانت زتا 90 ناقص 35؟ والتسعين كانت بتغير الاسم، بدل زتا هتكون ظا سالب ظا 35 على 1 زائد ظا 35 في س. قنطرح يا أستاذ يبقى ظا س ناقص 35 بواحد، يبقى السين بكام؟ س ناقص 35 ب 45، سواء كانت في مكانها اللي هو الأول أو التالت اللي هي 225. يبقى السين طلعت بتساوي، هنعدي دي بإشارة مخالفة، 80، أو السين طلعت بتساوي، هنعدي دي بإشارة مخالفة، 260. طب ال 80 درجة أو 260 درجة دول بيساووا كام؟ نحولهم يا أستاذ، نضرب 80 في باي على 180 بتساوي 4 على 9 و 13 على 9 باي، اللي هو الاختيار ده. السؤال ده هنتصرف فيه ازاي؟ 1 زائد ظا س في 1 زائد ظا ص، قلنا له نجيب ظا للطرفين هنا، يبقى ظا س زائد ص بتساوي ظا 225 بواحد، ويبقى قانون ظا س زائد ظا ص على 1 ناقص ظا س في ظا ص بتساوي 1. لو عملنا وسطين في طرفين بقى ظا س زائد ظا ص بتساوي 1 في 1 ب 1 ناقص ظا س في ظا ص. نروح للمطلوب بتاعنا ونقول له انت عايز ايه؟ انت عاوز تضرب 1 في 1 ب 1 زائد 1 في ظا س بظا س زائد ظا ص، ظا س في 1 بظا س، ظا س في ص بظا س ص. طب يا أستاذ حضرتك، أنا لو كنت عديت الكلام ده الناحية التانية بإشارة مخالفة، دول كده عديتهم بإشارة مخالفة، بقوم ظا س زائد ظا ص زائد ظا س في ظا ص بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى أنا بدل دول كلهم كده وأحط قيمتهم اللي هي بواحد، يبقى الناتج 1 زائد 1 بتساوي 2، اللي هو الاختيار ده. في الشكل المرسوم أوجد ظا سيتا، رحنا يا أستاذ قلنا له بخمسة سبعة، يبقوا دول كده باتناشر، وده مثلث متساوي الساقين يعني بخمسة وكل زاوية 45 لأنه قائم، المثلث الكبير ده جبناه بتلاتاشر، فجينا قلنا له يبقى ظا سيتا زائد 45 بتساوي ظا سيتا زائد 45، ظا الزاوية دي بتساوي مقابل على مجاور، وظا سيتا زائد 45 ده دي ظا سيتا زائد ظا 45 على 1 ناقص ظا سيتا في ظا 45. ظا 45 بواحد بقى هنا ظا سيتا زائد 1 على 1 ناقص ظا سيتا. اعمل وسطين في طرفين يبقى 5 ظا سيتا زائد 5 بتساوي 12 ناقص ظا سيتا في 12، هنعدها بإشارة مخالفة، 17 من ظا سيتا هنعدي دي بإشارة مخالفة بسبعة، ومنها ظا سيتا بتساوي 7 على 17. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.